اهلا من جديد بكل متابعينا وكل مشاهدينا، دعوه لكل عشاق الساحره المستديره الان على الهواء مباشره. انا والزميل احمد ناجي وضيفنا مصطفى العايدروس محللا لاهم الاحداث الرياضيه. نرحب بك مره ثانيه. وفي اولى الاخبار، يعني مجموعه تصفيات ابطال افريقيا والهلال يكسب بلانتيوم في مباراه كانت افتكر انها صعبه. أكيد يعني يمكن امبارح كانت استهلالية مباراة الهلال في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. أنا بعتقد إنه يعني كان الهلال لازم يفوز على ملعب وسط جماهيره الجولة الأولى. كان في تباين في الآراء حول مستوى الهلال. أنا شخصيا بشوف إنه مستوى الهلال ما كان المستوى اللي كان متوقعه. الجمهور دائما بحب في كل مباراة انه الفريق يجمع بين الاداء والنتيجه. لكن بالنسبه للضغوط الكثيره على الهلال في الفتره السابقه وتارجح المستويات في البطوله المحليه، انا بعتقد انه الفوز كان هو الاهم بغض النظر عن اي اداء في مباراه الامس في دوري ابطال افريقيا. مجموعه صعبه جدا بتضم نجم الساحل والاهلي المصري الى جانب الفريقين. حتى صلاح ادم المدير الفني للهلال عقب المؤتمر الصحفي يعني قال انه بالنسبه له كان بالاهم امبارح عدم التعثر على ملعبه. يعني ما يفقد اي نقطه، لازم الفريق كان يكسب نقاط الارض مهمه يعني اكيد كان لازم الفريق يكسب الثلاث نقاط. برضه يعني يجب الاشاده بمحمد موسى الضي لاعب الهلال، كان مركز بشكل كبير في مباراه الامس. استطاع انه يوصل لشباك يترجم مجهودات زملائه ويوصل لشباك بالاتينيوم مرتين. يمكن الفوز ده هيشكل دفعه معنويه للهلال قبل المباراه الصعبه جدا في الجوله الثانيه ان شاء الله امام الاهلي المصري في القاهره. مطلوب من اللاعبين المزيد من التركيز، الاستفاده من اخطاء الامس. اكيد الجهاز الفني ايضا في نقطه مهمه اشار لها المدير الفني للهلال صلاح ادم، انه كان بيجهل الكثير عن فريق بلاتينيوم، يعني ما توفرت له. لكن الفريق نفسه يعني الناس تبع المباراه ما بالمستوى المخيف يعني بالنسبه أكيد للهلال، يعني أكيد حتى على مستوى ادائه في الملعب ما كان في اكيد بلاتينيوم كبير. يعني على الورق فريق عادي، يعني هو الاقل خبره من بين الاهلي من بين النجم الساحلي والاهلي المصري على الارض اكثر من عادي. هو كل التوقعات تشير لنا بلاتينيوم حيكون حصاله المجموعه، فالبركه في النقاط بالنسبه للهلال. مطلوب من الجهاز الفني يعني انه يرتب الاوراق قبل مواجهه الاهلي المصري المقبله، ما حتحتمل الاداء اللي قدمه الهلال بالامس امام بلاتينيوم. حيكون مكلف يعني الهلال، رغم انه في تناغم الى حد ما ما بين اللاعبين، لكن برضه كان في مشكله في 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 نقل الكوره. يعني اكيد يعني يمكن زي ما انا قلت الاداء اللي قدمه الهلال بالامس لن يشفع له امام الاهلي المصري. يعني فريق كبير جدا انك تلعب بين فريق زعيم افريقيا، فريق يعني مدجج بالنجوم الدوليين، بيعرف حتى يقدم مباريات كبيره خارج ارضه ناهيك عن داخل ارضه. فالوضع هيختلف جدا بالنسبه للهلال في مباراه الاهلي. نتمنى انه الجهاز الفني يعني يطلع يعضد على الايجابيات في مباراه الامس ويستفيد من السلبيات عشان الفريق يظهر بشكل افضل في الجوله الثانيه. خصوصا المباراه يعني حتكون في ارض الخصم في جمهوريه مصر العربيه، فدور دخول خصم على الفريق وانه النتيجه تزداد 2-1 ما مطمئنه شديد، عشان هو هيلاقي طبعا فرق قويه جدا. حنمشي للمدرب. قبل ما نمشي للمدرب بس تفضل. الهدف اللي دخل في الهلال هو كان خطا من الحارس برضه. يعني يعني ليه الهلال لما بيحس انه هو موقفه اصبح كويس في المباراه بيهدي اللعب؟ يعني هو اكيد يمكن الخطا فردي من جمال سالم. حتى الحارس بالامس يعني عبر الوسائط اعتذر لجمهور الهلال عن الخطا، اعترف بانه بيتحمل المسؤوليه كامله. ما كان في ضغط عليه اصلا في المباراه يعني بالحجم الكبير ده. اكيد دي حاجه انا بفتكر كويسه من جمال سالم انه اعتذر عن الخطا الوارد منه في مباراه الامس. والكويس برضه يعني انه الهدف ما كان مؤثر بالنسبه لي، ما كان هدف تعادل او هدف فوز بالنسبه للفريق الزيمبابوي. انا بفتكر انه ده حيكون دافع اكثر لجمال سالم للتركيز في المباراه المقبله. بالنظر للمجموعه ايضا بالامس برضه كان مباراه صعبه جدا في تونس بين النجم الساحلي والاهلي. النجم استطاع انه ينتزع فوز صعب على الاهلي بالتفوق بهدف دون رد سجله القائد ياسين الشيخاوي. مباراه الامس دي كان فيها احداث كثيره، يعني يمكن اداره الاهلي كل جماهير الاهلي هاجم الحكم البتسواني جوشوا بسبب طرد ايمن اشرف ظهير الاهلي الايمن في الدقيقه 13 من عمر المباراه. يمكن دي نقطه التحول كانت بالنسبه للنجم. طرد مبكر رغم ان النجم انهى الشوط الاول بتعادل سلبي رغم النقص العددي بالنسبه للاهلي، لكن استطاع بعد 5 دقائق في الشوط الثاني انه يسجل هدف مهم جدا حافظ به على التفوق حتى نهايه المباراه. يتردد انه اداره النادي الاهلي تدرس
رفع الشكوى للاتحاد الافريقي ضد تصرفات الحكم البوتسواني اللي لقى هجوم عنيف جدا عبر الاعلام المصري بالامس. النجمي برضه كان يعني انت بتلعب قدام فريق مثل الاهلي المصري، فالفوز بهدف كفايه بالنسبه للنجم. ثلاث نقاط، ما فوز باهداف كثيره وكده. المهم ايضا كان للنجم هو التفوق بالنقاط، مثل ما كان الاهم للهلال هو التفوق على مستوى النتيجه بالامس. نعم، الفكره في مش في عدد الاهداف وانما في الثلاث نقاط اللي ممكن يكسب الفريق. خلينا نمشي برضه لسوسيو يتحسر على الخساره امام الهلال. اكيد دي حاجه منطقيه، يعني يمكن الهلال بالخبره بالتاريخ بالارقام بلاتينيوم ما كان مؤهل على الورق انه يتفوق على الهلال في ملعبه وسط جماهيره. بلاتينيوم في ارضه ايضا حيواجه مباريات صعبه، ما معناته انه حيلعب في زيمبابوي مؤهل انه يتفوق على النجم على الاهلي على الهلال. كل الفرق دي عندها تاريخ، بتعرف ماذا تريد خارج ملاعبها. الجوله الجايه بالنسبه لبلاتينيوم حتكون مع النجم الساحلي، النجم واحد من الفرق الكبيره المعروفه يعني منها بتقدم مستويات خارج ارضها. فرق شمال افريقيا دائما بتلعب للفوز حتى خارج ارضها مثل ما هو الحال على ملاعبها. ممكن المباراه المقبله ايضا تكون مفتاح التاهل بالنسبه للنجم الساحلي، حيقدم مباراه اقوى من اللي قدمها بالامس على ملعبه امام الاهلي، فدي حتزيد الصعوبه بالنسبه لبلاتينيوم. انا شخصيا بتوقع على الورق انه بلاتينيوم يكون الفريق الاخير في المجموعه. طيب ننتقل يعني من هذه المباراه نمشي للمريخ. خبر ايضا السوداكالي يحفز لاعبي المريخ، يعني هذا التحفيز انعكاسه على اداء اللاعبين في الممتاز. اكيد دي حاجه كويسه بالنسبه من رئيس نادي المريخ لتحفيز اللاعبين في ظل الاجواء اللي بيعيشها المريخ حاليا، تباين الاراء ما بين انتقادات عنيفه جدا، اغلب الاصوات بتنتقد مجلس المريخ بشكل عنيف جدا. رغم الظروف دي المريخ بيمر بوضع جيد، في اجتهاد للاعبين، في اجتهاد للجهاز الفني بقياده جمال ابو عنجة. يعني انا بفتكر انه من الواجب الاشاده بلاعبي المريخ، يعني بيتحملوا ضغط عنيف جدا في الفتره السابقه. كان في فتره طويله غياب للحوافز، غياب للاهتمام بلاعبين المريخ على مستوى المعسكرات. يمكن المريخ في خلاف الاداره ذاتها، يمكن المريخ في اخر موسمين بيعاني جدا يعني على مستوى الاعداد للموسم الجديد، على مستوى التسجيلات. رغم الظروف دي المريخ بقياده زلفان المدرب السابق استطاع انه يقهر الظروف يتاهل لنصف نهائي البطوله العربيه. في الموسم الحالي ايضا المريخ بيمضي بشكل جيد، غلب كل التوقعات، استطاع انه يقدم مباراه كبيره امام الهلال. حاليا المريخ بيصعد في سلم الترتيب، التحفيز ده جالي يشكل نقطة إيجابية بالنسبة للاعبين المريخ، خاصة بعد الانتصار المهم جدا اللي حققه الفريق على الرابطة كوستي. مباراة كانت صعبة خارج قواعد المريخ في الجولة اللي فاتت. الفريق بتنتظره مباراتين مهمتين غدا إن شاء الله أمام الفلاح، ومباراة أخرى على ملعب الخرطوم، مباراة أخرى داخل القواعد أمام الشرطة الجدارف. دي مباراتين، التحفيز ده جه في الوقت اللي حتكون في مباراة المريخ في الخرطوم، هيغادر بعدها لعبره لاداء مواجهه صعبه جدا امام الامل الحصان الاسود للدوري في الموسم الحالي، فدي بتشكل ناحيه معنويه جيده للاعبي المريخ. طيب الاخريات في الدوري الممتاز برضه نتحدث عن المباريات. الدوري الممتاز اليوم بيتواصل بثلاث مباريات، في مباراه يعني الاهلي الخرطوم عنده مباراه مهمه في ملعب استاد الخرطوم امام الاهلي عبره، مباراه كبيره بالنسبه له يسعى فيها لمواصلة الانتصارات. أيضا هلال الفاشر يلعب مباراة مهمة على ملعب وسط جماهيره أمام فريق هلال كادوغلي. أيضا أهلي مروي بيخوض مباراة صعبة أمام فريق الأهلي شندي. أنا حابب أتكلم عن فريق الأهلي شندي، يعني يمكن الفريق ده بشكل يعني منافسة قوية كان مع الهلال والمريخ في المواسم السابقة. الموسم الحالي مستوى الاهلي شندي بتراجع بشكل كبير جدا، ايضا هي الابيض يعني اربعه ديل كان مستوياتهم كانوا دائما بيشاركوا في البطولات. نعم ايضا يعني. هلال الابيض ايضا في يمكن في اهتزاز اداري كبير في اهلي شندي اثر على الفريق بشكل كبير. ابتعاد عبد المهيمن الامين مدير الكره عن 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 الفريق خلال الفتره السابقه، ده يمكن اثر بشكل كبير على مردود الفريق. ايضا اهلي خرطوم فريق اتعثر بشكل كبير في اول خمسه ستة جولات للدوري، استطاع انه في المباراتين السابقتين يقدم مستويات كبيره، ارتفع برصيده للنقطه 12، حيحاول اليوم ايضا يحقق الفوز يرتفع للنقطه 15. فدي كلها مباريات مهمه في الدوري الممتاز اليوم. مقابل اهلي عطبره ايضا مستواه هذا العام مختلف تماما. اهلي عطبره يمكن يعني مرضى التوقعات بالنسبه لجماهيره في الموسم الحالي في مؤخره
في المركز الاخير حاليا في الترتيب. مطلوب من اداره اهلي عطبره انه تعيد ترتيب الاوراق للفريق في الموسم الحالي، خاصه انه القسم الاول لمسابقه الدوري الممتاز قطع شوط كبير، يعني حاليا احنا في الجوله في الجوله تبدا الجوله 12 اليوم ان شاء الله. ف بالنسبه للاهلي عطبره يعني يمكن الفريق في موقف خطير، رغم انه قدامه فرصه يعني في القسم الثاني لمسابقه الدوري الممتاز، لكن ممكن نقول النسخه الحاليه رقم 25 لمسابقه الدوري بتشهد منافسه كبيره جدا، والدليل انه الفريق الامل العطبر يعني بيستحق التحيه ايضا على المستويات اللي بيقدمها. فريق في بيحتل حاليا قمه الترتيب، رغم انه لعب متقدم بفارق مباراتين على بعض الفرق مثل الهلال والمريخ والخرطوم الوطني وهلال البيض، لكن واجب التحيه للجهاز الفني للامل العطبري بقياده كباح صالح لاداره النادي اللي نجحت في انها تهيئ الاجواء للاعبين دائره الكره. فكل الناس مفترض يعني تسجل الاشاده بفريق الامل العطبري، بيتمنى له يعني مزيد من التقدم. يعني من الدوري السوداني نطلع في عالميه الكره ونتكلم عن الخليجي واجمل المباريات ممكن تكون مثلا المنتخب السعودي والمنتخبات الاخرى. نعم، يعني يمكن اليوم مباراتين مهمتين، المجموعه الثانيه لكاس الخليج. بالامس يمكن منتخب العراق استطاع انه يصفر ببطاقه التاهل، حقق فوز مهم على حساب المنتخب الاماراتي بهدفين دون رد. المنتخب العراقي انا بعتقد انه حاليا افضل المنتخبات من ناحيه المستوى في الخليجي. منتخب القطر حقق فوز كبير على اليمن بسداسيه، احيا اماله في الصعود للمجموعه. حتكون الجوله الاخيره قطر في مواجهه الامارات. الامارات ما عندها اي حل غير الفوز على منتخب القطر لمرافقه المنتخب العراقي للدور نصف النهائي. البحرين اليوم يمكن التاريخ بيرجح كفه البحرين، اربع مباريات على مستوى المواجهات العامه بالنسبه للمنتخبين في بطوله كاس الخليج، كان نصيب البحرين تفوق في ثلاث مباريات، السعوديه تفوق في مباراه واحده. فعلى الورق كفه البحرين هي الافضل. المنتخب السعودي بيحتاج للفوز اليوم بعد الخساره الكبيره في المباراه السابقه امام المنتخب الكويتي. المباراه الثانيه حتكون الكويت امام عمان، الكويت هي مرشح لتجاوز عقبه عمان. قدمت مستوى مميز في المباراه السابقه امام المنتخب السعودي، حققوا الفوز بثلاث اهداف مقابل هدف. فاعتقد انه كفه الكويت هي اللي رجع على حساب عمان لانتساب بطاقه التاهل على المجموعه. نعم. الاسبوع اللي فات مباريات ابطال اوروبا، هذا الاسبوع الدوريات الاوروبيه، الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والاسباني وايضا الدوري الالماني، لكن نبدا بالدوري الانجليزي، يعني اهم المباريات اليوم. يمكن الدوري الانجليزي بيشهد صراع شرس جدا على مستوى المراكز الثلاثه والاربعه الاولى، ليفربول ما زال يواصل التمسك بصدارة الدوري وسط ملاحقة شرسة من ليستر سيتي ومن مانشستر سيتي. اليوم يمكن نيوكاسل بيلعب امام مانشستر سيتي. مانشستر سيتي كل التوقعات بيشير لانه حيواصل التفوق بلغة الارقام، هو بيتفوق على مستوى الارقام العامة امام نيوكاسل. يمكن الجمهور الجزائري بيترقب مشاركة نجمه رياض محرز في مباراة اليوم. رياض محرز على موعد مع التاريخ اليوم في حال انه استطاع يسجل هدف، بيملك 49 هدف حتى الان على مستوى الدوري الانجليزي. لو نجح انه يسجل على الاقل هدف حيصل للرقم 50، حيلتحق بالنجوم الافارقه اللي تجاوز حاجز ال 50 هدف في الدوري الانجليزي، كان سبقه محمد صلاح الذهبي بتسجيل 50 هدف. دي مباراه حتكون خاصه بالنسبه لرياض محرز، حيكون عنده دافع كبير انه يقدم مباراه كبيره ويدخل التاريخ مع النجوم الافارقه بالهدف رقم 50. ايضا ليستر سيتي بيقدم مباريات قويه في الموسم الحالي، كل الناس بتتذكر الانجاز الاسطوري بالنسبه لليستر الحصول على الدوري الانجليزي. نجمه جيمي فاردي بتصدر ترتيب الهدافين حاليا، ف برضه التوقعات بشير لانه ليستر حيكون منافس قوي في الموسم الحالي. تحدث عن الايطالي برضه اهم المباريات. ايضا الدوري الايطالي يوفنتوس ما زال يمسك بزمام صداره الدوري الايطالي وسط ملاحقه كبيره من روما. الجميع في ايطاليا يتحدث عن ازمه مكبوته بين المدير الفني لليوفي ساري وكريستيانو رونالدو، دي ممكن تاثر على اجواء الفريق، خاصه انه بيمضي بشكل كويس في البطوله الايطاليه، بيمضي مرحله انه يعود لريال مدريد، ولا برضه يبقى توقعات فقط يعني. يمكن اغلب التوقعات بتشير لانه رونالدو حيواصل البقاء في يوفنتوس، من الصعب انه يعود لريال مدريد مره اخرى، خاصه انه يوفنتوس عندما انتدب رونالدو
اكيد حتكون في شروط كبيره جدا في العقد بين الطرفين في حال ان يوفنتوس اراد التخلي عن رونالدو او رونالدو اراد الرحيل عن الفريق، فهذه يمكن تكون مثلا مستبعد عوده رونالدو الى صفوف ريال مدريد من جديد. بالنسبه للدوري الاسباني ايضا برشلونه حتكون اليوم ديبورتيفو لافيس يستضيف ريال مدريد، مباراه يمكن على الورق ممكن تكون سهله بالنسبه لريال مدريد بحساب المستوى بحساب الارقام. الريال ايضا بيعيش فتره جيده بالنسبه له، كان عنده مباراه قويه مع باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا انتهى بالتعادل 2-2. النجم الفرنسي كريم بنزيما بيعيش في افضل مستوياته حاليا مع الريال. الكثيرون خوفوا على ريال مدريد من الهزه الكبيره برحيل كريستيانو رونالدو، لكن استطاع انه كريم بنزيما يثبت لجماهير ريال مدريد انه على الموعد، حاليا النجم الاول في صفوف الفريق. ايضا كان في خبر سعيد بالنسبه لجماهير ريال مدريد، اداره النادي استطاعت الوصول لاتفاق مع نجم الفريق فالفيردي لتجديد التعاقد، دي برضه مثلت يعني حاجه كويسه بالنسبه لجماهير ريال مدريد. بكره ان شاء الله اتلتيكو مدريد هيستقبل برشلونه في مباراه صعبه جدا بالنسبه لبرشلونه وسط الصراع الشرس بين العملاقين ريال وبرشلونه على صداره الترتيب، يشتركوا في النقاط بتفوق برشلونه بفرق الاهداف. اتلتيكو مدريد ممكن يكون عقبه قويه جدا بالنسبه لبرشلونه، كل جماهير البارسا يعني متخوفه شويه من المباراه دي، لكن بتثق في قدره فريق على انتزاع الفوز خارج الملعب. نعم شكرا جزيلا مصطفى العيدروس، كتر خيرك. شكرا جزيلا لكم، وبنتمنى ايضا التوفيق للهلال ان شاء الله في المباراه المقبله امام الاهلي المصري ان شاء الله. بنتمنى ايضا التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول منتخب سيكافا، منتخب الشباب اللي حيشارك في بطوله سيكافا بيغني ان شاء الله. كل التوفيق للكره السودانيه في مقبل المواعيد. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا وكل متابعينا. انتهى صباح الشروق مع تمنيات يوم موفق ويوم سعيد كل الناس اللي بتتابعنا، وكل برامجنا مستمره من خلال هذا اليوم. شكرا احمد. شكرا جزيلا منى.